بعد بالله منو وياي يشجع بقاء الجماعات المسلحة بكردستان؟ أكو تخادم وأكو تناغم بين الفصائل وقسم من الحشد الشعبي مع بين البككة. ولاحظناها حشد وفصائل مع البككة. إيه في سنجار كذا مرة صار مناوشات بين البككة وبين الشرطة الاتحادية. تمام. الحشود والفصائل كانوا يقفون مع البككة ضد الشرطة الاتحادية والجيش. البككة موجودين مع بعض الفصائل من اقوى الحشد الشعبي موجودين هناك الان داخل سنجار. الان داخل سنجار علنا كردستان. ما حقيقة وجود العدد من حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان يستلم راتب من الحشد الشعبي؟ ونعم هناك افراد بحزب العمال يستلمون الرواتب من احدى الفصائل. يعني أنا هسه كواحد شراي البلدكم من حقي أتمقلج وأتمفيق وأتجعبن بصراحة، لأنه البلد اللي المقاومة مالته تدافع عن اللي يريد يغزو، فهذا إذا تطوني عليه فلوس ما أخله. أو جزء فكر بالموضوع بالله. مدامنا فوق مدام، ما تشوفي لي بالله هاي الهوسة شنو؟ جاري تفعيل جهاز الزبدة لجمع وتحليل البيانات. 3 2 1. أهلا بكم في تقنيات الزبدة. تأشرت لدي عدد من المعلومات فيما يتعلق بالقصف الإيراني على العراق. قبل أكثر من 6 أشهر تم قصف بيت صاحب شركة كار في كردستان بدعوى أنه منح للموساد الإسرائيلي صاحب شركة كار حصل على عقد تجهيز كهرباء من وزارة الكهرباء. الحرس الثوري الإيراني لديه مشروع للسيطرة على جزء كبير من ملف الطاقة في المنطقة من إيران إلى سوريا عبر العراق ثم إلى دول أوروبا. أهم معبر حدودي من إيران إلى سوريا هي تل أحفظ. في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية بين إيران وسوريا تتواجد جماعات مسلحة تشكل ضغطا على منافسي إيران. في الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بعد القصف الإيراني على العراق، ناقش السوداني مع إيران ملف تصدير الكهرباء والغاز. أنا لا أعرف ماذا يعني ذلك، ولكن حاول أن تفكر أنت في الأمر.